not, I may or not, أنا جوز السن يا بويلي ويلي 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 يا بعيني عيني يا مساء الخير. اهلا وسهلا. والله هون بيت السيدة المديرة العامة ماجدة نظمي. لا حول ولا قوة الا بالله. وشو بدك بالمديرة العامة؟ حضرتك جوزها للست ماجدة؟ لا اله الا الله. محسوبك هادي هدهد وهذا بيت هادي هدهد والمديرة العامة بتكون مرتي. تشرفنا. انا اما لسوسن رفيقة بنتكم بسمة. اهلا وسهلا اهلا وسهلا تفضلي اهلا وسهلا. الله يخليك. تفضلي. تسلموا. اهلا وسهلا تفضلي مدام. اهلا فيك. لحظه لنادي لك ماجدة. نادي لي لسوسن بطريقك. مين سوسن؟ شبنا استاذ سوسن بنتي. ومنين بدي نادي لها؟ والله ما بعرف باي غرفه قاعده مع المحروسه بنتكم ماجدة. ايه هادي. بس ما مع رفيقتها جوا؟ لا بس ما انا هون. وين لكان؟ اما لسوسن رفيقه بسمة. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. اهلا. يا هلا اهلا وسهلا. خير شو بنتك؟ والله بنتي بصراحه طلعت من شي ساعه من البيت. ايه؟ قالت لي انه رايحه لعند رفيقتها بسمة، يعني قال اجت لعندكم. قبل ما جاوبك على سؤالك جاوبيني انت على سؤالي. تفضلي. بسمة كانت عند سوسن شي بالبيت من شي ساعه ساعتين تقريبا؟ لا. معناتها بنتك وبنتي كذبوا علينا. لا بنتي كانت عند بنتك ولا بنتك كانت عند بنتي. شو هالحكي؟ معناتها بنتك بسمة وين؟ بنتي بسمة أنا بعرف وينها، بس هلأ بس ترجع بنسألها. طول بالك. إذا بتريدي مدام بتبعدي بنتك عن بنتي. عفواً؟ ليش بقى؟ بلا مؤاخذة أنا حاسة إنه بنتكن عم... احكي تفضلي احكي لا تستحي. يعني أنا حاسة إنه بنتي عم تطوش من ورا رفقتها لبنتكن. ها وليش ما بتقولي العكس؟ شو قصدك؟ والله قصدي واضح. شوفي انا بنتي مربايه وما بتنزع حدا. وانا كمان بنتي مربايه وما بتنزع حدا. على كل اهلا وسهلا فيك تفضلي اسقيكي فنجان قهوه. لا ما بدي. ايه مع السلامه. سلمي. موفقه ان شاء الله. ماشي. بس ما وين؟ عشا حبيبي العشا جاهز. قليتي بيض؟ قليت. طلعتي مقدوس؟ طلعت مقدوس. طلعتيني شنقليش؟ ليك وطلعت اثنين. قسمتي؟ قوم حبيبي تعشى خلصني. مالي نفس بس ماشي الحال. صبيلي شاي لشوف. على عيني وراسي تشكله لقاسي. هاي كاسة الشاي. لا ما بإيدين. لا لا الإيدين باكل فيهم لحالي. كول تقبرني كول. مطرح ما هذا يهذا. ما راح صار الحون ولا بشهر. لأنه بس أخدت يلي بدها إياه بتضل تعتني فيني وبترجع بتطمع طعبها فيني مثل عادتها. خلي هادي تهيأ له شهر مالي شي انبسط أنا شهر. إيه حبيبي إمتى بدك تصالحني مع هادي؟ قريبا قريبا. إمتى يعني قريبا؟ بكرة؟ قولي إن شاء الله. وقومي هلأ بلا حكي فاضي جيبي لي بصلة. لشو بدك البصلة؟ لشو بدك البصلة؟ بدي آكل بصل مع البيض. أنت أخت ما رأي شي؟ لا تعيط حبيبي قايمة أجيب لك بصلة أنا. أنا بفرجيك بسيطة. إذا ما بطالع الخمير والفطير ما بكون أنا اسمي حياة. فوتي قدامي ليه؟ فوتي! وين كنتي؟ ومع مين؟ كنت عند رفيقتي سوسن. الماما بتعرف هالشي. كذابة لك كلبة كذابة! إذا ما كنت مصدقين
اتصلوا واسألوها. هادي طول بالك شوي، طول بالك، اترك لي اياها اتفاهم معها، اترك لي اياها. لك شوي اترك لي اياها، انا ولي امرها، انا بشيل عيونك كمان. انت ولي امرها ولي امري على راسي من فوق، بس اترك لي اتفاهم معها لو سمحت. تفضلي. بسمة، احكي بصراحة وين كنتي؟ لا تقولي لي انك كنتي عند سوسن، لانه هلا من شوي كانت امها هون وجاي تسال عن بنتها، يعني ما كنتي عندها، وين كنتي احكي؟ قلتي لي رايحه تدرسي انت وياها صح؟ وين كنتي انت وياها؟ احكي لشوف. رحنا انا وياها على السينما. وليش ما قلتي لي هالحكي؟ ليش كذبتي علي؟ خفت ما تخليني اروح معاها. ها بتقومي بتكذبي علي؟ يعني هالشي برايك صح؟ لا مو صح، وانا اسفه ما عاد عيدها. طيب فوتي على اوضتك، شلحي ثيابك وقعدي ادرسي يلا. ما عاد في داعي تدرس، لانه ما عاد له طلعه من البيت، لا للمدرسه ولا لمحل تاني، نلحي لجوا. استغفر الله العظيم، ليش هيك حكيت؟ انت الثاني ما بدي اسمع صوتك، ها؟ انا ولي امر هذا البيت وكلكم تمشوا مثل ما بدي انا. عراسي عراسي، ولك منين بدي لاقيها ولا منين؟ والله ما بعرف. طيب انت ليش ما بتحطيها بشي روضه؟ مو احسن لك؟ السنه الماضيه حطيتها، كانت كل يوم ترجع لي مرضانه شكل. طيب انت ليش ما بتاخذي لك سنه استيداع لبين ما تكبر بنتك؟ ما بقدر يا ابو فاضل، ما بقدر، محتاجه كل قرش من راتبي، ديون متلتله علي تلتله. طيب شو الحل؟ الله بعين. صباح الخير. صباح النور مدام. صباح الخير. ساوي لي قهوه. على راسي. الو استاذ هادي، شرف لعندي لو سمحت. حاضر مدام، مباشره بكون عندي. شو يا الظاهر انه اشتقت لك المدام اليوم على بكير. خفف سالتك مقرنب افندي. مقرنب افندي، يلا قوم روح لعندها اوهام، مشان تفوتوا وتسكروا الباب على حالكم. عيب استاذ، عيب الحكي. لك شو حكينا؟ عم نمزح معه، مالك شايفه شلون جاي اليوم بوزم وبوزه شبرين قدامه؟ ايه بس مزح عن مزح بيفرق. اتركوا ابو المجد، هذا بالظاهر ملطوط من مرته اليوم، بده يعمل رجال علينا. ملطوط؟ مو ناقص غير يحط لنا خطوط كمان. يا بسيطة، اللي بدق الباب بيسمع الجواب، مو انت اللي بلشت؟ شو عليه؟ شو عليه؟ يا حبيبي. أبي يا حبيبي. تفضل مدام. يسلموا ايديك. ان شاء الله صحتين وهنا. تفضل. قل لي ابو فاضل. نعم مدام. لساتك عامل فرعون على مرتك بالبيت وعم تجبرها تعمل كل شيء من دون ما تساعدها؟ بطلت هالعاده من زمان مدام، والفضل كله بيرجع الي. هلا صرت اغلي قهوه وشاي وساعدها بكل شيء. وهالشي ما بينقص من رجوليتك؟ كنت بالأول مفكر هيك، بس لما صرت ساعد مرتي حسيت إنه صارت تحترمني أكتر وتعتني فيي أكتر. كنت إذا طلبت منها الشغلة تعملها بس بانزعاج، هلأ بطلب منها الشغلة بتعملها وهي عم تبتسم. عم تحكي معي على مبدأ الحكي لك يا جارة، واسمعي يا كنة. يعطيك العافية أبو فاضل. ولي. نعم مدام. ايه استاذ هادي، بدي منك تنظم لي قائمة بأسماء كل الموظفين والموظفات بالمديرية وتجيب لي اياها بأسرع وقت ممكن. بدي انهي موضوع الموظفين والموظفات اللي ما عم بيداوموا. حاضر. وغيره؟ شو مشان بسمة؟ أنا قلت ما في طلعة من البيت، يعني ما في طلعة من البيت. أنا معك إنها غلطت، وغلطت غلطة كبيرة كمان، بس البنت عندها السنة شهادة وما بصير نضيع عليها. ويكون عندها جامعة إن شاء الله. أنا قلت ما في طلعة يعني ما في طلعة. مثل ما بدك. كمان اليوم لسه ما داومت وفاء، معناها لسه ما رضخت.
معناها لسه في امل. تفضل. صباح الخير استاذ شاكر. صباح الخير استاذ موفق. خذ شوف لي الفاتوره. شبه الفاتوره؟ طلع فيها منيح. طلع. مالك ملاحظ فيها شيء غير طبيعي؟ ما فيها شيء، فاتوره ب 45 ليره. طلع لي على كلمه الخمسه قبل الأربعين تحت بالتفقيط. ايه ما فيها شيء. مالك ملاحظ انه مدحوشه دحش قبل كلمه الأربعين؟ شو قصدك؟ انا شاكك انه الفاتوره مزوره، كانت 40 صارت 45. لمين هي الفاتوره؟ مكتوب للاستاذ امجد. صرف له اياها، مو محز الدقيق معه لخمس ليرات. حاضر، راح اصرف له اياها. لحظه، لمين قلت لي هاي الفاتوره؟ للاستاذ امجد اللي بالذاتيه. هذا الاستاذ امجد مو رفيقه لهادي اللي هو زوج السيده المديره العامه؟ نعم، صديقه من الروح للروح. لك هذا مو اللي تخانقت انت وياه من فتره؟ نعم سيدي. معناتها رح نضرب عصفورين بحجر واحد، منه مناخد بتارك منه، ومنه منوقع بين أمجد وهادي، وبين هادي ومرته بركي بجبرة تستقيل. اكتب لي تقرير بهالموضوع وراح أرفعه للسيدة المديرة العامة. تفضل، وهي التقرير جاهز. لك شو مبين مجهز كل شيء؟ تربيتك استاذ شاكر. يرفع للسيدة المديرة العامة مع طلب التحقيق بالموضوع. شكرا استاذ شاكر. شوف لي هالفاتورة، يعني بتتحمل نزيد عليها كم ألف؟ هاي فاتورة شو؟ فاتورة حفلة تدشين شبنا. الله يخرب بيتك، لسه بدك تزيدها أكثر من هيك، إن شاء الله تنفذ بهيك رقم. أي آنسة عتاب، شو رأيك بزميلاتك هبة وديما وغدير؟ من أنو ناحية؟ بقصد في مزح بيناتهم بيسمح لوحدة منهم إنها تخربت شغل التانية؟ ما بعرف. وليش هيك اضطربتي من السؤال؟ أنا اضطربت؟ أنا جاوبتك عادي. في ناس شافوكي وانتي عم تلعبي بأحد الكشوف اللي نظمته الآنسة غدير واجوا حكولي. كذب، ما حدا شافني. بفهم من كلامك انه وقت اللي كنتي عم تلعبي بالكشف ما كان في حدا قاعد بالمكتب ولا حدا مارر قدام الباب؟ لا، ما هيك قصدت. لكن شو قصدك بانه ما حدا شافك؟ انا ما لعبت بشي بخص الآنسة غدير ابدا، مشان هيك ما حدا شافني. شوفي يا آنسة، اذا تاني مرة بتعيديها ترى ما تلومي الا نفسك. شو؟ عم تهدديني؟ وبالقانون. على فكرة انا ما عملت شي، ولا بيطلع لك لا انت ولا غيرك تتهمي حدا بدون دليل. تفضلي لمكتبك. يعني اقطع الامل نهائيا؟ يعني خلاص خليت البلد من رجال لحتى يعينوا مره مديره عامه؟ امرك. حاضر، مع السلامه. مرحبا استاذ شاكر. اهلين مدام موفا. يا ميت اهلين وسهلين. بشريني ان شاء الله كسرتي لي راسها للمديره العامه. يعني هاتي فرحيني، احكي لي شو سوى الوالد معه. تفضل اقرا. هل هذا اللي طلع معك؟ انا قلت وما تراجعت عن كلمتي، قلت مستحيل ضعهم تحت امرتها ونفذت كلمتي. الله يعطيك العافيه، بس انا املي كان اكبر من هيك. هو البابا اجا بده ينقلها. وليش ما نقلها؟ بس انا ما خليته. ليش بقى؟ قلت لحالي حرام، لسه ما دي في الكرسي تحتها، خليها تنبسط بالقعده على الكرسي شوي. ايه كانت بتنبسط اذا قعدت على غير كرسي. هلا هذا اللي صار، شو ساوي انا؟ والله ما لها غير تروحي لعند السيده المديره العامه وتارجيها القرار وشوفي شو بتقلك. ابقى ابعت لها انت مع شي قازم من عندك. شو خايفه منها؟ وليش حتى خاف؟ اذا مالك خايفه روحي وقدمي لها القرار بنفسك وانهي موضوعك بايدك. احسن ما يتغير شيء بغيابك ويتغير فحوى القرار.
ايه بروح ومالي خايفه من حدا. هات القرار لهون. راجعت لك انا. معقول التغت الواسطات بنو عتاب طلعت صفيره وهي وفاء شرحه؟ لك ايش صاير بالدنيا؟ امري لي مدام. خذ لي هدول على النسخ، قل لهم يتركوا كل شيء من ايدهم وسووهم. على راسي. مديرتك بمكتبها؟ ايه بمكتبها. تفضلي. شو هاد؟ اقري بتعرفي. حتى لو ما كان موقع من السيد الوزير ما كنت مانعته. بالعكس، لو انت بنفسك مقدمه طلب نقل لمعمل تاني كنت وافقت لك فورا، وكنت انا بنفسي رفعته للسيد الوزير، وما كنت تعذبتي ولا عذبتي ناس معك بهيك موضوع بسيط. يا ريت تعملي لي كتاب الانفكاك بسرعه. مستعجله؟ كتير. تكرم عينك. إذا مستعجلة كتير بتروحي فوراً على الشطب، بتخليهم يحسبولك قديش لازم تدفعي مصاري، بتدفعيهم بالمحاسبة وبتجيبي لي إشعار بهالشي. بعدين بتروحي لعند رئيسك المباشر أستاذ شاكر وبتجيبي لي براءة ذمة من عنده وبتجي لعندي. ساعتها أنا بترك كل شي من إيدي وبوقع لك انفكاكك فوراً. مصاري شو اللي بدي أدفعها؟ المصاري اللي قبضتيه عن الأيام اللي ما داومتي فيها. نعم؟ الله ينعم عليكي. تفضلي قرارك، بس تنهي امورك الماليه بتشرفي لعندي. بس انا كنت غايبه بامر من السيد المدير العام، يعني كاني كنت بمهمه. بفهم من كلامك اذا السيد المدير العام فتح لك الخزنه وقال لك اسرقي، بتسرقي؟ لا طبعا. معناتها ادفعي اللي عليكي واحمدي ربك اني عم بكتفي بهالشي وما اتخذت بحقك اجراءات اشد. بالله شو؟ مقابلتك انتهت. شو صار معك؟ اللي بالأول كم يوم رافعني غياب؟ من يوم اللي غبتي. يعني كم يوم؟ يعني حوالي 150 يوم. صار لك 6 شهور ما عم بتداومي غير يوم القبض. أما شو خدمتني خدمة؟ فعلا أنا كتير بتعزني. وانتي شو فارقة معي كم يوم رفعت الغياب إذا جبتي قرار نقل من السيد الوزير؟ حضرتها ما رضيت تعمل لي انفكاك قبل ما أدفع أجرة الأيام اللي حضرتك رفعتني غياب فيها. لا هيك بدك تدفعي كتير. والفضل كله إلك، يعني حضرتك ما عرفت تحطني غياب من اليوم اللي داومت فيه وبس؟ ايه أنا ما كنت مفكر إن الأمور رح توصل لهون، كنت مفكر إنه السيد الوالد رح يتصل بالتليفون وبينهي الأمور وتبقى الأمور على ما هي عليه. ايه اتصل بالشطب، خليني يحسبوا لي قديش بدي أدفع. يعني ما رح تقولي للسيد الوالد يحكي مع السيد الوزير مشان يعفيك من دفع المصاري؟ الشغلة ما لها مستاهلة، يعني مو حلو البابا يطلب هيك طلب من السيد الوزير، بعدين بحسبنا شحادين. معك حق، هيك طلب مو من قيمة السيد الوالد إنه يطلبه. ألو؟ تفضلي، هاي شغلك. حبيبتي سبق وقلت لك إني أنا نسيت الشغل. إيه ماشي حبيبتي، قومي لعند هبة، خليها تذكرك كل معاملة كيف بتنشغل. يلا تحركي. يلا تعيطي. حاضر. تفضلي ست هبة، ذكريني شلون بيشتغلوا. تفضلي هي المعاملة، عندي أخبار بتشلفت شلفطة. وشو هي الأخبار اللي بتشلفت شلفطة؟ المديرة العامة متلاسنة هي وموظفة مدعومة وماسحة الأرض فيها. خرجة بتستاهل الله لي قيمة لحتى تعرف حجمها كتير منيح وتبطل تتكبر على العالم. لا حبيبتي، يبدو أنك أنت فهمتي الموضوع بالعكس. المديرة العامة هي اللي ماسحة الأرض بالموظفة المدعومة. ما عندك كبير غير الجمل، ما لا شايف المدعومين قدامها بنوب. الحمد لله ما كنا مدعومين. وما عرفتي لي شو اسمها الموظفة المدعومة؟ هلأ بغطى بروح بعرف لك مين وبرجع. لا روحي على شغلك. روحي. حاضر. يا مهند يا شاكر. مدعومة يا ناس سيبوني في حالي. عارف الخبر على التليفون. يا
يبدو انه لا بد مما ليس منه بده. المديرة العامة قاعدة وما حدا رح بيقدر يزحزحها من مطرحها. الظاهر في ناس تقال كثير وراها، لذلك احسن شيء بتقبلها وبتعاون معها احسن ما بعدين تجيب اخرتي. مرحبا مدام سماح. اهلين استاذ شاكر، كيفك اليوم؟ الحمد لله. كيف الشغل معك؟ ان شاء الله ما عم تتعبي كثير. ماشي الحال. الله يعطيكي الف عافيه. انا طول عمري بقول عنك انك موظفه نشيطه ومتفانيه بعملك. شكرا. ممكن قابل السيده المديره العامه؟ ها؟ عم بسال اذا ممكن قابل السيده المديره العامه. طبعا تفضل. عندها حدا؟ ما عندها حدا. شكرا. شو اللي قلب كيانه هذا؟ صباح الخير سيادة المديرة العامة. صباح النور، أهلا وسهلا. شلون الصحة؟ إن شاء الله كل الأمور على ما يرام. الحمد لله. تفضل أقعد ولا على الواقف أريح له. شلون الشغل؟ إن شاء الله ما عم يصعب عليك شيء. عم دبر حالي على حسب معرفتي. كشو التواضع هذا يا سيادة المديرة العامة؟ ما شاء الله حولك وحواليك، بتعرفي كل شيء وعلى أحسن ما يرام. من وقت ما استلمتي والشركة انقلب حالها قلب. على الله يكون للأحسن. طبعا للأحسن. كل شيء ساويتي لحد هلأ لصالح المعمل والشركة والعمال والموظفين، الله يعطيك العافية ويديمك زخرا للوطن وعاشا. شكرا 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 مدام ماجدة. أنا بجوز بالأول استقبلتك بجفاوي شوي، ما كنت بعرف الصفات القيادية الرائعة يلي عندك. أنا آسف إذا بدر مني أي تصرف أزعجك، وأنا تحت تصرفك وبخدمتك وبتقدري تعتمدي علي وتكلفيني بأي شيء بتشوفي حضرتك. شكرا لتعاونك أستاذ. العفو، هذا واجبي. إيه أستاذ شاكر، طالما أبديت استعدادك للتعاون، شو رأيك تبدأ بكشف أسماء الموظفين والموظفات يلي عم يقبضوا رواتبهم من عدم يداوموا غير وفاء؟ صدقيني مدام، لو كنت بعرف أي اسم كنت قلتلك عليه فورا. مصدقتك. في شي تاني بتحب تبحثه معي؟ لا. تفضل لمكتبك. عن إذنك. سيادة المديرة، صحيح انت مديرة قديرة وعندك مزايا قيادية وما بينقصك شيء، بس يعني اذا حبيتي تستفسري عن اي مرسوم او قرار يعني ما كان مارر عليكي، انا بخدمتك. شكرا. يعطيك العافية. هذا مو بس مشي حاله، فرط على الاخر. ما بقي غير هادي ما مشي حاله ولسه ما تقبلني كمديرة عامة مثل ما بدي. بسيطة، الشغلة بدها طولة بال وأنا ما في أطول من بالي. قال رضينا بالبين والبين ما رضي فينا. الله يستر من اللي جاي على الطريق. شو ممكن يصير فينا؟ ما في ابو زاهر؟ ها؟ ابو زاهر؟ لك بلا ابو زاهر بلا ابو بطيخ، انت ما بتفهم، انت ما بيمشي الحال غير يجي ابوك، هي شغله ورثه، شلون بدك ترته وهو عايش؟ الله ما عاد ولي بك، روح. طول بالك على المراجعين شوي. ما بنعطوش. شو عم تعمل؟ ما دخلك. يعني بحسن بساعدك بشي؟ مالي بحاجة معاونت واحد مقرنب يا حبيب مثلك. اسمع لك استاذ هادي، انا ما بسمح لك تحكي معي بهالطريقه بنوب بنوب. ها اسمع غسان، اللي بده يمزح مع القبض يلقى خراميشو، اللي بيته بنقزاز لا يحاجر الناس. لا تما عمر لك لا تما. خلص بقى يا شباب، خلص طولوا بالكم، شغله مستاهل. طولوا بالكم. لك ايه شباب، شو يعني؟ شو يعني؟
يعني بيشوف حاله علينا وتحكم فينا اذا كانت مرته المدير العامه وهو جوز الست؟ خلص بقى غسان امشي بقى. لك ما مو مستاهل. عملك لك ما لك مو مستاهل الشغله. خلص ماشي الحال. ايه ماشي الحال. شو عليه؟ انا مشانك ما رضيت حكيك بدي اضربه. خلص بقى انت ليه ما تقول له جوز ست المدير العامه؟ ما بقول لك مرنب. ايه ماشي الحال. انا بورجيك عوق. لك ما لك عوق. اقول لك لك ما يا حبيبي. تفضلي مدام البريد كانت تلقي. تسلم ايديك مدام. في شغله صغيره بدي اسالك عنها. شو هي؟ الاستاذ شاكر من شوي لما فات لعندك هيك كان عم يحكي معي بطريقه مختلفه. شلون يعني؟ يعني الصيغه اللي حكى فيها كانت غريبه شوي. وشو هالصيغه؟ هاتي لشوف احكي لي. حكاني بكل لطف ومودة واحترام، وأنا من وقتها لهلأ عم فكر شو سبب هالتغيير المفاجئ. ليش ما دريتي؟ بشو؟ بعدين بحكي لك. شو هو؟ محرزة مشان 5 ليرات افتح تحقيق رسمي؟ شو هاد كمان؟ 200,000 ليرة مصاريف تدشي؟ أنا ما دخلني مدام. شي عجيب. بيبلعوا البحر وبيغصوا عند الساقية، بيهدروا 200,000 ليرة وبيدوروا على 5 ليرات. مدام سمح، اتصلي بالأستاذ شاكر خليه يجي لعندي فورا. حاضر مدام. اتصلي من هون. ألو مرحبا أستاذ شاكر. أهلين مدام سمح. على عيني. دقيقة وبكون عندك. أستاذ شاكر، شو قصة هالتقرير؟ شغلته فاضي. هذا المدير المالي شاكك إنه الفاتورة المرفقة بالتقرير مزورة، فطلبت منه يرفع تقرير رسمي بهالموضوع، وأنا من واجبي أرفع لك إياه. وحضرتك شايف انه الموضوع بيستاهل انه نشكل لجنة تحقيق ونلهيهم عن شغلهم الاساسي مشان 5 ليرات؟ معك حق، الموضوع ما بيستاهل كل هالشوشر. بس حضرتك طالب فتح تحقيق رسمي فيه. الاستاذ موفق قال لي انه الفاتورة مزورة، وانه يلي بيزور ب5 ليرات مستعد يزور ب5 ملايين، وانا من حرصي على اموال الشركة حبيت حط حضرتك بالصورة. ماشي، انا رح افتح تحقيق رسمي بالموضوع. طيب، باعتبارك كتير حريص على أموال الشركة، شف لي هالفاتورة وقل لي شو رأيك فيها. شبه الفاتورة نظامية 100%. بالشكل نظامية 100%، بس أنا بقصد بالمضمون. شو يعني ما فهمت عليك؟ رح أفترض أنك ما فهمت ورح فهمك. ما كتير 200,000 ليرة مصاريف تدشي؟ أنا ما لي علاقة، أنا ما بعرف، أنا لا دفعت ولا صرفت، الأستاذ موفق هو اللي دبر كل شيء، قصدي يعني هو اللي رتب كل شيء. يعني ما عرض عليك الفاتورة قبل ما يرفع لي إياها؟ لا أبداً، أنا هي أول مرة بشوفها. طيب، أنا رح أفتح تحقيق رسمي بالموضوع، وأعرف كل واحد له علاقة بالفاتورة. مثل ما بتريدي. تفضل لمكتبك. خربانة. شوفوا لسه الصبح كان لطيف وجنتلمان، ولا ما بيقدر؟ لازم ترجع حليمة لعادتها القديمة. مدام سمحت طلبي لي الأستاذ أمجد خليه يجي لعندي فورا. حاضر مدام. ايه 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 على عيني. لا مباشرة أنا لا بعت لك يا. طيب أول مشهد، في شيء بينك وبين ماجدة، قصدي السيدة المديرة العامة؟ لا لا أبدا. يعني مكلفتك شيء مهم وما لك منفذها؟ لا أبدا. غريب.
طالبتك بسرعه لعندها. عشان شو؟ ما بعرف. طيب بروح بشوف شو بده يعني. تحب روح معه؟ ايه طبعا طبعا لازم تروح معه، لانه حضرتك جوز المديره العامه. مرحبا مدام سماح. اهلين استاذ امجد. بتعرفي شو بدها مني السيدة المديره؟ لا والله، بس تفوت لعندها انت بتعرف. ادخل. اهلين استاذ امجد. تفضل ارتاح. هاي الفاتوره حضرتك رافع لنا اياها ما هيك؟ ايه انا رافعها. بتحبوا تصرفوها بتحبوا ما بتحبوا على راحتكم. لا طبعا بدنا نصرفها ولو، بس وين لقيت هيك شوفير ادمي ينقل لك الطاوله من المستودع لهون ب 45 ليره بس؟ هو ما كان بده يقبل يعني ب 45، بس انا اصريت عليه، كان بده 75 ليره. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. ناقصك شيء هلا بالمكتب؟ لا لا ابدا سلامتك. عظيم. استاذ امجد حابه احكي معك شغله، بس بتمنى ما تفهمني غلط. لا تفضلي. رئيس الدائرة المالية شاكك انه الفاتورة يا سيدي قال شاكك انه الفاتورة كانت ب 40 ليرة وصارت 45، هاي بالشوم منك. يعني أنا مزور الفاتورة؟ لا يا أستاذ أمجد شو هالحكي؟ بس أنا بقصد إنه شو؟ يعني أنت موظف وبتعرف الأمور المالية بأي دائرة، لازم تكون واضحة ودقيقة قد ما كان المبلغ سخيف. مشان هيك تاني مرة إذا بدك تقدم فاتورة حاول تكون واضحة، هي هي كل القصة. يصرف مبلغ 45 ليرة سورية فقط لا غير. تفضل روح على المالية استلم ساروتك. لا لا لا، ليش هيك سويت؟ أنا مستغني عن هالسروة، أولادي وأحفادي عندهم شي يطمرون. يا ريت يا أستاذ أمجد تتبنى أحفادي كمان، ملكي هيك بينطمروا مع أحفادك. هلا أنت جايبتيني على المكتب مشان تمسخري علي؟ صحيح أنا موظف منتوف وعلى قد حالي، بس أنا إنسان شريف وما بمد إيدي على الحرام نهائياً وما بزور فواتير ولا ممكن زورها بحياتي، مو يكونوا 45 ليرة، يكونوا 5 ملايين ما بمد إيدي عليهم. أنا ما بوريت لأولادي هيك سمعة، ما بوريتهم غير الشغلة النظيفة المنيحة. طول بالك يا أستاذ أمجد، ليش هيك رأساً على الصبط؟ ولو أنا كنت عم بمزح معك، شفتك شوي تضايقت، قلت لحالي لروقك بهالمزحة. كتر خيرك، فضلتي علي وعلى أولادي وعلى أحفادي كمان. على كلين أنا بحيي فيك عفتك ونظافة إيديك، وفعلاً مثل ما تفضلت الواحد ما بياخد معه شي من هالدنيا وما بيترك فيها إلا سمعته، فإذا كانت سمعته كويسة وطيبة أولاده ومن بعدهم أحفاده رح يفتقروا فيها وتكون بالنسبة لألهم أعظم ثروة، بس إذا ورثوا سمعة طيبة فوق كم مليون بيكون أحسن ما هيك؟ المهم تكون الملايين نظيفة. هي مو مشكلة، بيحطوهم بالغسالة 5 دقايق تطلع ريحتهم بتشهي. عم بمزح معك اوعى تزعل. تفضل تفضل. شرف. لشو هي؟ اكتب فاتورة جديدة باسم حي الله شوفير سوزوكي مشان وقع لك على صرفها. اعوذ بالله، بكره بيتهموني بانتحال شخصية وتزوير امور مالية. استغفر الله العظيم، هلا انت مو دفعت 45 ليرة؟ دفعت. خلص دفعت 45 بتقبض 45. صحيح رح تقبضهم بطريقة ملتوية شوي، بس المهم النية سليمة. اكتب استاذ اكتب. ما راح اكتب شيء، والله يسامحكم بال 45 ليرة. طيب، ما بدك تكتب أنا بكتب. أنا الموقع أدنى السائق ماجد نظمي. نعم، أيمتى بده يخلص التحقيق؟ هلا كون هالفتشين لسه هات فواتير وخذ وسائق. معقول هذا الكلام؟ الو، اهلين مدام سماح، بخصوص شو؟ طيب طيب حاضر حاضر حاضر، مع السلامه.
هلا انا طلعت بنظرك حرامي يا حرامي؟ لا تقول عني حرامي احسن لك. شوف اذا دبت النخوه براسك وما عجبك كلامي ارفع فيه تقرير للمديره العامه، خليني بق هالبحصه اللي عندي انا واحكي اللي بعرفه واللي ما بعرفه، خليني تفتح تحقيق رسمي بالموضوع. هلا مشان كلمه صغيره قلتها وانت معصب ارفع فيك تقرير مشان ضرك، لك انت موظف بالشركه وسمعتك من سمعه الشركه. هلا حرامي كلمه صغيره؟ شو بتحب لك لحتى تدب النخوه فيه؟ يا عديم الاصل يا قليل الوجدان يا لص يا مرتشي، ولا جلدك تمسح وما عاد اثر فيك الحكي؟ بسيطة بسيطة، الله يسامحك ما راح ارد عليك. افرض اني زورت، انت وجماعتك بالعين الملايين، دقت عينك على 5 ليرات؟ يا اساس اللي بده يزور مشان 5 ليرات بيكون بده يطعمي اولاده فيهم خبز لانه جوعانين، مو مثلكم انتم بتسرقوا وبتزوروا مشان تكبوا الخبز وتاكلوا بداله كيك وبسكويت؟ لا، انت زودت كثيرة. شرف ارفع فيني تقرير وزيد كلام من عندك، اللي بدك اياه حطه بالتقرير، شرف. ايه روح عمي روح، روح هلا مالي فاضي احكي معك، روح من وشي. ايه سيدي، لما بتفضى وبتحس حالك انك صرت رجال وقد الحكي، ابقى تعال حاكيني. الموظف هاد لازم كبسه مرتبه مشان يجيب اخرته. وديعة؟ نعم. انت بدك تحكي مع هادي؟ مشان شو بدي احكي معه؟ شو نسيت ما بدك تصالحني انا وياه؟ لا ما نسيت، بس بالتليفون ما بيمشي الحال، بس شوفه بحكي معه. ايه طيب ماشي، خو احكي معه. هلا ماني فاضي. ليش؟ امتى بدك تحكي معه؟ لحتى تفتح الشده، روحي هلا ساوي لي كاس الشاي. لك على عيني وراسي، خلي لي هالبياض شو حلو. شو انا مجنون لحتى اتصل بهالسرعه؟ حبيبي هادي طول امجد ما؟ لا ما طول. دخلك؟ ليش طلبته مدامتك؟ شو بس ترجع لطاولتك احسن ما انبلى فيك. لا تقيم لا تحط زيح شوي. لا تقيم لا تحط. شو هنيك يا ابو الهد على هيك مدام؟ هلا فهمني شو صار معك، ليش طالبتها؟ موفق الحرامي مفكر كل الناس حراميه مثله. اوف شو بموفق؟ قال متهمني انه انا مزور فاتوره. انو فاتوره؟ فاتوره اللي جبت فيها الطاوله. اوف وعلى اساس شو مزور فيها انت؟ على اساس شو؟ قال انا كانت 40 ليره مسجله ومزوره 45 ليره. اوف مبلغ كبير. شو كبير كثير كمان؟ سكتت له؟ اعوذ بالله، فت لعنده على المكتب مشطته وغسلته من فوق لتحت، بهدلته وهدلت الكلاب. بيستاهل الواطي. ايه صور، قلت له حرامي مرتشي قليل وجدان، لك اشتهيت يفور الدم بعروقه ويقول لي بدي حولك لجنه التحقيق. يعني شو كنت ساوي؟ كنت حكيت كل شيء بعرفه عنه. وهلا فيك تحكي كل شيء؟ فيك ترفع تقرير للسيده المديره العامه، واذا ما بدك ترفعه للمديره العامه جيب لي اياه، انا اللي برفعه. انت التهي بتقاريرك يا حبيب. انا مديني لك كثير على امانتك وعلى حرصك الشديد على اموال الشركه يا استاذ موفق. انت موظف مثالي. الله يخليك يا مدام. انت قدوه يحتذى بها يا استاذ موفق. شكرا شكرا يا مدام. انت مناره للدقه والنظام. الله يحفظك يا رب. انت العدو الاول للكذب والنفاق والبروزه والتسلق على اكتاف الاخرين. شكرا غمرتيني بلطفك يا مدام، مو معقول الكلام. انت 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 شو اسمك الثلاثي؟ انا اسمي موفق احمد كوساي، بس ما بعرف يعني شو عملت لحتى عم تمدحيني كل المديح يا مدام. ايش هالتواضع هذا؟ شو هالتواضع هذا يا استاذ موفق؟ معقول معقول ما بتعرف حضرتك شو سويت؟ انت كشفت اكبر جريمه كان ممكن تحصل بالشركه. هو صحيح المبلغ تافه وصغير وما له قيمه، بس السرقه سرقه، واللي بيسرق 5 ليرات مستعد يسرق 5 مليارات. مشان هيك انا اصاله عن نفسي ونيابه عن خزينه الدوله اقدم لك خالص شكري وامتناني. العفو يا مدام. الله يكون بعون هالخزينه، رح تفقع من الضحك من كتر ما في ايدين عم تنمد عليها وتكركرها. قولتك كتر الضحك بموت؟ ما بعرف، انا مالي دكتور. ايه استاذ موفق. نعم. شو بتقترح علي ساوي بخصوص الفاتوره المزوره؟ انت صاحبت القرار النهائي والامر بيعود الك يا مدام. مزبوط، بس لو كنت محلي شو بتساوي؟ يعني انا لو كنت محلك كنت ما تساهلت بنوب بخصوص الفاتوره، لانه صحيح مثل ما تفضلتي وقلتي
المبلغ تافه ومو محرز، بس السرقة سرقة ولازم تفرضي بحقه عقوبة رادعة مشان يكون عبرة لغيره، وما حدا يفكر بعد اليوم انه يزور ولو يسرق ليرة واحدة. وانا هيك رح ساوي، يا ريت تصرف له هالفاتورة بسرعة. السائق ماجد نظمي؟ وليش مستغرب؟ شو عيب حدا من عيلتي يشتغل شوفير سوزوكي؟ لا مو هيك القصد، بس يعني السائق ينقل الطاولة اسمه غير هيك، وخايف بكره مفتش الرقابة المالية تطلع براسه ويشوف الفاتورة ويقول لي جيب لي السائق مشان يتأكد من صحة الفاتورة، منين بتجيب له اياها؟ ليش مدريد؟ بشو؟ لما الموظف أمجد حس إنه سرقته وتزويره رح ينكشفوا، راح جاب السائق اللي نقل له الطاولة واسترجع منه ال45 ليرة، قصدي ال40 ليرة. بعدين راح جاب سائق تاني اسمه ماجد نظمي وخلاه ينقل له الطاولة من المستودع لهون. بس السائق هاد طلع طماع، طماع كتير فوق ما تتصور، ما كان يقبل بال40 ليرة، قام اعطاه 45 ليرة بس خلاه يكتب له فاتورة واضحة ومحددة بالمبلغ. في شي شك بالفاتورة الجديدة اللي قدم لنا اياها؟ مثل ما بتأمري بيصير مدام. بدي صاحب الفاتورة يستلم حقه فورا. حاضر مدام. وفوقها اعتذار. حاضر يا مدام. كتير منيح. هاي خلصنا من أول فاتورة، نجي للتانية. معقول يا أستاذ موفق حفل التدشين أضرب وأطرح تكلف 200,000 ليرة بس؟ هيك كلفت مدام. الأستاذ شاكر شاف الفاتورة؟ طبعاً طبعاً شافها. متأكد؟ طبعاً متأكد، أنا فرجيته إياها قبل ما أرفق لك إياها. أنا ما عم صدق، فعلاً ما عم صدق. هيك مناسبة عادة بتكلف لها أقل تقدير 400-500 ألف، كيف أنت قدرت تدبر الموضوع كله ب200,000 ليرة بس؟ أنا شفت ناس قلبهم لله وحاسبوني بأرخص الأسعار. أنا بهنيك يا أستاذ موفق على غيرتك على الأموال العامة، وبهني الوطن بالأشخاص يلي قلبهم لله، ومثل ما تشكرتك بدي أتشكر هدول الناس وجها لوجه وصافحهم بإيدي. ما في داعي يا مدام تعذبي حالك بهيك موضوع، أنا بتشكرهم عنك. لا في داعي، أنا بدي أتشكرهم بنفسي. بس شلون؟ شغلة بسيطة، تستدعي اللي عمر منصة التدشين ويلي ليسها ويلي لبسها رخام ويلي نقش عبارات التدشين على الرخام ويلي زين ويلي مدد ويلي ويلي ويلي، وكل واحد عطيته ولو ليرة واحدة بتجيبهم لعندي مشان أتشكره. إيه بس أستاذ موفق، تعمل مثل ما قلت لك، وقال رح أعتبر الفاتورة مزورة وافتح فيها تحقيق رسمي. حاضر. تفضل باشر عملك. مثل ما بتأمري مدام. يا أنا يا أنتو. والله يلعن الشيطان، شو كان لازمني بهالقصة؟ ألو؟ مرحبا استاذ هادي، كيف صحتك؟ دخيل عيونك الاستاذ امجد عندك؟ ممكن تعطيني اياه؟ ايه على عيني. لحظه بس ابو المجد، تليفون الك. مين؟ استاذ موفق. قل له مو هون. لك شلون بدي اقول له مو هون بعد ما قلت له على عيني؟ قل له طلع. خلص احكي معه ما بيصير لك شيء. احكي. نعم. الله ينعم عليك، شلونك؟ لولا بعض المفترين كنت بألف خير من الله. طيب تفضل لعندي إذا بتريد. مشان شو؟ مشان تقبض الفاتورة تبعك. ما عاد بدي إياها، خلي لكم إياها، بركي بتشبعوا أكل. لك ليش سكرت التليفون بوشو؟ التهي بشغلك ما دخلك. طيب شو كان بده منك؟ مين؟ الأستاذ موفى. شي بيهوي. مروحة؟ ما في غير روح لعنده وقبضوا الفاتورة.
صدورة أيمان.